وضمن اللقاءات التي أجراها مراسل ATV العدالة فهد الزايد، كان ذلك اللقاء العفوي المميز مع شيف ومطرب هندي، حيث أبدى فرحته بالعيد وحبه الكبير للكويت وشعبها. مرحبا يا عيد مبارك، مبروك يا عيد مبارك، عساكم من نوادات تقبل الله طاعتكم. مرحبا مرحبا يا عيد مبارك، عيد الأضحى يا عيد مبارك، تقبل الله طاعتكم. مبروك يا عيد مبارك، عساكم من نوادات، مبروك يا عيد الأضحى يا فرحان يا عيد مبارك. وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني النجم اللالي، الوطني شال مضيء كالمجرية، وطني وطني الغالي الوطني. الله الله يا شمس الحياة، يا كويت يا كويت يا نبض الحياة. الله الله يا شمس الحياة، يا كويت يا كويت يا نبض الحياة. الله يا كويت يا كويت، الله الله يا كويت، انت الحياة. عاشت لنا لكويت لكويت، وعاش بهلها واللي حب لكويت لكويت، يدحي لجلها. عاشت لنا لكويت لكويت، وعاش بهلها واللي حب لكويت لكويت، يدحي لجلها. لبيك ما فيها منا اروح نبدي وطن، لبيك ما فيها منا اروح نبدي وطن. عاشت لنا لكويت لكويت لكويت، وعاش بهلها.